آله وصحبه أجمعين. طلبتي الأعزاء، في السداسية الأولى وبالأخص الأفواج 3 و4 و7 و8 من مسلك القانون العام في إطار إجازات الدراسات الأساسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، يسعدني أن ألتقي معكم في المحاضرة 6 من مادة مناهج العلوم القانونية والاجتماعية. وهذه الحصة سنخصصها للحديث عن المنهج الاستقرائي، وقد سبقنا في الحصص السابقة أن تحدثنا عن كل من المنهج الوصفي والمنهج التاريخي، فحديثنا اليوم سيكون حول المنهج الاستقرائي، وهو أحد ثالث المناهج الأساسية الكبرى. سنتناول هذا الموضوع من خلال عدد من العناصر. في البداية سوف نقدم تعريفا للمنهج الاستقرائي سواء على مستوى اللغة والاصطلاح، ثم نتحدث عن أهمية هذا المنهج ضمن مناهج البحث العلمي، وفي نقطة ثالثة سوف نتناول الكلام حول خطوات المنهج الاستقرائي، وبعد ذلك سوف نتحدث عن أنواعه، ونختم الحديث عن المنهج الاستقرائي بذكر مميزاته وجملة من عيوبه. في تعريف المنهج الاستقرائي على مستوى اللغة، فالاستقراء في اللغة يقصد به التتبع والتقصي، وهو من قرأ الأمر أي تتبعه ونظر في حاله. وقيل في اللغة إن الاستقراء من قرأت الشيء، بمعنى جمعته وضممت بعضه إلى بعض ليرى توافقه واختلافه. إذن الاستقراء هو التتبع والتقصي، يعني عندما تتتبع شيئا في جميع مراحله وتتقصى أحواله وأخباره، فأنت تستقرئ حال ذلك الشيء. فالكلمة المفتاح في فهم الاستقراء هو ذلك التتبع، تتبع حالة بحالة حالة بحالة، فنتتبع الظاهرة أو نتتبع الإشكالية موضوع البحث في مراحل متعددة وفي حالات كثيرة. ولهذا فالمراد بالاستقراء هو التتبع والتقصي. أما في الاصطلاح فقد وردت جملة من التعريف، وبالمناسبة فإن الاستقراء هو أكثر ما استعمل أول مرة، فهو استعمل عند المناطق، عند أهل المنطق، فهؤلاء عندما يستخرجون القواعد ويقعدون هذه القواعد لكي تصبح قواعد كلية، فإنهم يعتمدون على الاستقراء. فأهل المنطق يعرفون الاستقراء بقولهم: الاستقراء هو الحكم على كلي بما يوجد في جزئياته الكثيرة.
الاستقراء هو حكم، هو الحكم على كلي بما يوجد في جزئياته الكثيرة. ومعنى ذلك أننا نبحث في جزئية معينة فنكتشف فيها ملحظا خاصا، ثم بالتتبع وبالتقصي كما بينا في التعريف اللغوي، بالتتبع وبالتقصي نجد أن جزئيات كثيرة، أن جزئيات كثيرة تنطبق عليها تلك الخاصية التي وجدناها في الجزئية الأولى، مما يجعلنا نستخرج قاعدة كلية أو حكما كليا، فنقول بأن الفرد من الجزئية الفرد وما استنتجناه فيها من خاصية يجعلنا نحكم على كل الأفراد الذين يندرجون في نفس العائلة أو الأسرة بنفس الحكم. الإمام الغزالي وهو أحد علماء الإسلام وفلاسفته كان من السباقين إلى التنظير لهذا المنهج الاستقرائي، وإن كان ليس هو أول من استعمل المنهج الاستقرائي، فالمنهج الاستقرائي هو قديم في استعمالاته، لكن على مستوى التنظير والتأصيل لهذا المنهج فيذكر أن الإمام الغزالي هو أول من بدأ ينظر للمنهج الاستقرائي باعتباره منهجا علميا. بماذا عرف الإمام الغزالي الاستقراء؟ قال: الاستقراء هو أن تتصفح جزئيات كثيرة داخل تحت معنى كلي، حتى إذا وجدت حكما في تلك الجزئيات حكم على ذلك الكلي به، نفس المعنى الذي واضح في استعمال أو في اصطلاح أهل المنطق. إذن أن تتصفح هو ما أشرنا إليه قبل قليل بالتتبع والتقصي، تتصفح يعني صفحة صفحة، أن تتتبع جزئيات كثيرة داخل تحت معنى كلي، يعني تشترك في أمر ما في أو تتشابه فيما بينها في مسألة ما أو في خاصية ما، فإذا وجدت أن تلك الخاصية ثابتة يمكن أن تستخرج حكما يشمل كل تلك الجزئيات، وجدت حكما في تلك الجزئيات حكم على ذلك الكلي به. تعريف آخر وهو ذلك التعريف الذي يقول بأن الاستقراء هو عملية ملاحظة الظواهر وتجميع البيانات عنها للتوصل إلى مبادئ عامة وعلاقات كلية، نفس المعنى الذي سبق في التعريف السابقة. إذن الاستقراء يقوم على ملاحظة الظواهر وتجميع البيانات المتعلقة بها، وهذه بالمناسبة سنأتي عندما نتحدث عن الخطوات، فإن أولى خطوات المنهج الاستقرائي تتأسس على الملاحظة. فإذا تقوم بملاحظة الظواهر وتجمع البيانات المتعلقة بها لكي تتوصل إلى مبادئ عامة وعلاقات كلية. مثلا من الأمثلة التي تذكر في كتب الفقه يقولون بأنه ثبت بالاستقراء أن كل صلاة تسبق بأذان فهي صلاة واجبة،
كيف توصلوا إلى هذا الحكم؟ توصلوا إليه بالتتبع، فوجدوا أن الصلوات المفروضة دائما تكون مسبوقة بأذان، فدل ذلك على أن الأذان مقترن بالصلوات المفروضة. فإذا هي عملية ملاحظة، لم يرد نص خاص في بيان هذه العلاقة بين الأذان وبين وجوبية وفرضية الصلاة، أو أنها صلاة مفروضة أو واجبة، لكن العالم أو الباحث لاحظ بأن الصلوات المفروضة مثل الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء أنها مسبوقة بأذان، في حين أن الصلوات اللي هي صلوات النوافل لا يؤذن لها، فتوصل إلى مبدأ عام وإلى علاقات كلية تجعل أن كل صلاة سبقت بأذان دل ذلك على أنها صلاة واجبة أو صلاة مفروضة. تعريف آخر يعرف الاستقراء بقوله: الاستقراء تعميم من حالات جزئية تتصف بصفة مشتركة. إذن هذا تعميم، وهو اللي قلنا كل، هذا من أدوات العموم ومن ألفاظ العموم، كل صلاة مسبوقة بأذان فهي صلاة واجبة. إذن من حالات جزئية تتبعنا هذه الصلاة وتلك 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 وتلك، فتوصلنا إلى قاعدة مرتبطة بالصفة المشتركة بين هذه الجزئيات، وأن الصلاة المفروضة تكون مسبوقة بأذان. إذن هذا على مستوى تعريف المنهج الاستقرائي في الاصطلاح. للحديث عن أهمية المنهج الاستقرائي، الكلام سيكون طويلا في هذه النقطة، لكن سنلخصه في الآتي: أن الاستقراء له أهمية ضمن مناهج البحث العلمي. لماذا؟ لأن تأليف القواعد العلمية العامة والتوصل إليها يتوقف على هذا المنهج. المناهج الأخرى قد تساعدنا في إيجاد حل أو تفسير لظاهرة معينة ثم ينتهي الأمر، لكن المنهج الاستقرائي لا يكفي بأن يعالج الظاهرة موضوع البحث العلمي، وإنما يساعدنا لاكتشاف قواعد كلية وقواعد عامة، فهو الذي يوصلنا إلى هذه القواعد العامة والقواعد الكلية، بمعنى أنه يؤسس لعلم، في حين أن المناهج الأخرى نستعملها في موضوع معين ثم ينتهي الأمر، لكن الاستقراء عندما نستعمله في مسألة نتوصل من خلاله إلى تقعيد القواعد، أن تصبح لدينا قاعدة يمكن أن نستعملها عبر الأجيال المتعددة والمختلفة. فمثلا عالم الفيزياء لن يكون بقدرته التوصل إلى قواعد علم الفيزياء حول الظاهرة الطبيعية التي يقوم بدراستها ما لم يقم بالتعرف على الظاهرة ودراسة جزئياتها، ومن ثم معرفته بكافة تفاصيل هذه الظاهرة، يعني من خلال دراسة الجزئيات. ولذلك لكي يتوصل إلى القواعد العامة التي تتعلق بهذه الظاهرة. كذلك عالم اللغة
فعالم اللغة سواء اللغة العربية أو غيرها من اللغات، لأن اللغة هي قائمة على قواعد، وأفضل منهج لتقعيد القواعد هو المنهج الاستقرائي. فعالم اللغة العربية لن يكون بمقدوره أن يعطينا قواعد عامة في اللغة العربية في حال لم يكن قادرا على استقراء المفردات والجمل في استعمالاتها اللغوية المختلفة، حيث قد يكون للكلمة أكثر من معنى وتستخدم في أكثر من موضع، وفي كل موضع تعبر عن معنى مغاير للموضع السابق. مثلا من القواعد التي يمكن ذكرها في هذا المجال أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب. هذه القاعدة، كون أن الفاعل يكون مرفوعا والمفعول به يكون منصوبا، دل على هذه القاعدة وتم التوصل إليها من خلال استقراء كلام العرب. تعلمون أن قواعد اللغة العربية هي جاءت متأخرة عن اللغة نفسها، فالناس كانوا يتحدثون باللغة العربية منذ نشأتها ولم تكن هناك قواعد، القواعد لم تظهر إلا في الأزمنة المتأخرة. لكن العلماء الذين وضعوا هذه القواعد كيف وضعوها؟ وضعوها بتتبع استعمال العرب وأسلوبهم في الكلام، فوجدوا أن الفاعل يكون مرفوعا وأن المفعول به يكون منصوبا، فتوصلوا إلى قاعدة. ما هو المنهج الذي استعمل للوصول إلى هذه القاعدة؟ هو المنهج الاستقرائي، أي تتبع وتقصي الحالات الكثيرة المتعددة. ننتقل الآن إلى الحديث عن خطوات المنهج الاستقرائي. أول هذه الخطوات وهي ثلاثة، أولها كما سبق الإشارة إلى ذلك هي الملاحظات. الإنسان أو الباحث أو الدارس لموضوع معين أول ما يبدأ بالملاحظة، والملاحظة ركن أساسي في البحث العلمي. البحث العلمي هو في مجمله قائم على الملاحظة، الذي لا يلاحظ يصعب عليه أن يكون عالما. العالم هو الذي يرى الأشياء العادية بطريقة غير عادية، لأن الظواهر تقع، الظواهر طبيعية وهي ملك لكل الناس، لكن الناس يمرون عليها مرور الكرام، لكن العالم ينظر في تلك الظاهرة ما لا يراه الناس، ويلاحظ فيها ما لا يلاحظه عامة الناس، وهذا هو الفرق ما بين الباحث وغير الباحث. فإذن الملاحظة هي ركن أساسي في المنهج العلمي بصفة عامة. والمنهج الاستقرائي أيضا هو أساسه الملاحظة، يعني المثال الذي ذكرناه في اللغة العربية أن الفاعل مرفوع، هذا أمر الإنسان الذي ليس باحثا وليس عالما قد لا ينتبه إليه، لكن الباحث يلحظ بأن العرب دائما في عرف استعمالهم للغة العربية الفاعل يكون عندهم مرفوعا، فتتبع كلام العرب فوجد أن هذه الخاصية أو هذه الصفة وجدها مشتركة في أغلب كلام العرب، فتوصل إلى قاعدة. إذن منطلق استخراج القاعدة هو الملاحظة. إذن هذا هي الخطوة الأولى، أن تلاحظ شيئا معينا. مثلا قد نكون في مؤسسة
مثلا مدرسة أو لا ثانوية أو لا إعدادية أو لا جامعة مثلا مثال. وهذه بالمناسبة في الدرس العلمي يقال بأنه لا يشترط في المثال الصحة، المثال إنما يضرب للتفسير وللتبسيط وللتوضيح. فسأذكر مثالا ليس بالضرورة أن يكون صحيحا. يمكن لباحث في علم الاجتماع أن يلاحظ على سلوك الطلبة أو سلوك التلاميذ، مثلا أن يقول بأن التلاميذ الذين ينحدرون من الأسر الثرية أو الغنية يتميز سلوكهم بالعنف. مثال ليس بالضرورة أن يكون صحيحا. هذه ملاحظة، لاحظ بأن شخصا يمارس العنف في علاقته مع أقرانه، فتبين ولاحظ بأن هذا الشخص أو هذا التلميذ أو هذا الطالب هو ينحدر من أسرة غنية. حالة. ثم بعد مدة وقعت حالة عنف مع شخص آخر، فتبين أن الذي مارس العنف هو بدوره ينحدر من أسرة غنية وثرية. إذا أصبح عنده حالتان، الحالة الأولى والحالة الثانية. ثم وقعت حالة ثالثة، فحالة عنف، فتبين أن الذي يمارس العنف أيضا ينحدر من أسرة غنية. فتكرر أو تكرار هذه الحالات بهذه الملاحظة سيلتقط الباحث إشارة معينة ويفترض، وهنا نصل إلى الخطوة الثانية، فيقول: هل هناك علاقة بين كون أن التلميذ ينحدر من أسرة غنية وبين ممارسته للعنف على زملائه وأقرانه؟ هذه فرضية. لكي يعمل على التحقق من مدى صدقية هذه الفرضية، فإنه حينئذ يلجأ إلى القيام بتجارب متعددة، بمعنى أنه ينبغي عليه أن يقوم بتجميع وتتبع حالات العنف التي تقع في المدرسة على امتداد سنة مثلا أو سنتين أو 3 سنوات، ويبحث هل هناك علاقة بين الثراء والغنى للأسرة التي ينحدر منها الطالب الذي مارس العنف أو لا. فإذا وجدها أنها تتكرر في أغلب الحالات أو في كل الحالات، يمكن أن يصل إلى حكم كلي وأن يقول بأنه كل طالب ينحدر من أسرة غنية فإن سلوكه يتسم في العموم بالعنف. هذا مثال فقط، ليس بالضرورة أن يكون صحيحا، إنما فقط نريد أن نوضح به. فإذا خطوات المنهج الاستقرائي الأساسية، وإلا دائما هناك خطوات مشتركة، عليك أول ما تفعله هو أن تحدد موضوع البحث وأن تختار موضوع البحث. هذه خطوة موجودة في كل المناهج، لكن الخطوات الأساسية أن تبدأ بملاحظة، ثم وهذه الملاحظة هي مؤسسة على تجميع للبيانات وتحليلها وتصنيفها، يعني 3 المراحل: جمع البيانات، تحليلها، ثم تصنيفها. انطلاقا من هذا التحليل، هذه البيانات التي تم تجميعها وتحليلها وتصنيفها، نخلص الى وضع واحد مجموعة من الفرضيات. نقول ربما كذا،
وربما كذا وربما كذا، قد يكون السبب هو هذا وقد يكون السبب هو هذا وقد يكون السبب ثلاثة احتمالات مثلا أو أربع احتمالات هي التي يمكن أن نفسر بها الظاهرة. مثلا في المثال الذي ذكرناه ديال ممارسة العنف على الطلبة، قد يكون الاحتمال الأول وهو هذا اللي قلنا ديال الغنى والثراء، ولكن بجانبه قد تكون هناك احتمالات أخرى. قد يكون فارق السن، أن الكبير أن الذي يمارس العنف دائما يمارسه على من هو أصغر منه، أو قد يكون التحصيل الدراسي، مثلا الذي يمارس العنف غالبا يكون هو الكسول، والذي يمارس عليه العنف دائما يكون هو المجتهد. هذه فرضية، احنا الآن أمام ثلاث فرضيات، والباحث هو الذي سوف يتحقق أي الفرضيات أكثر صدقا في تفسير الظاهرة، وهذا لن يتأتى إلا بالقيام بالتجارب المتكررة والتتبع الدقيق للحالات المعنية بهذا الموضوع. أنواع المنهج الاستقرائي. الاستقراء نوعان، هناك الاستقراء التام ويسمى أيضا بالاستقراء الكامل، ويسمى أيضا بالاستقراء اليقيني. الاستقراء التام ما هو؟ هو استقراء يقيني يقوم على ملاحظة جميع مفردات الظاهرة. هذه هي الكلمة المفتاح لفهم هذا النوع الأول اللي هو كنسميه استقراء التام أو الكامل، وهو ملاحظة جميع مفردات الظاهرة. يعني مثلا إذا كنا احنا في مجتمع مدرسي، فجميع الحالات ندرسها حالة حالة ولا نستثني منها أي حالة، هذا يسمى بالاستقراء التام. يعني جميع الحالات تمت دراستها والتحقق من مدى وجود الشرط الظاهرة فيها. إذن هو ولهذا يسمى بالاستقراء اليقيني، لأنه إلى عندنا عشرة الحالات اللي وقعت في المؤسسة ديال حالات العنف، وقمنا بدراسة جميع هذه الحالات، يعني عشرات الحالات واحدة واحدة، فالنتيجة سوف تكون نتيجة يقينية مؤكدة وقطعية. النوع الثاني وهو الأقل منه هو الذي يسمى بالاستقراء الناقص أو غير التام أو غير اليقيني. إذن إذا كنا كنتكلموا في الاستقراء التام كنتكلموا على ملاحظة جميع مفردات الظاهرة، فإن الاستقراء الناقص يقوم على دراسة بعض مفردات الظاهرة، وهذا هو الفرق ما بين الاستقراء التام والاستقراء الناقص. الاستقراء التام يشمل جميع مفردات الظاهرة، في حين أن الاستقراء الناقص لا يشمل إلا بعض مفردات الظاهرة. مثلا إلا وقعت لنا مثلا 100 حالة عنف، حنا غادي نقوموا بدراسة ديال واحد 40 حالة أو لا 50 حالة. 50 حالة هذا استقراء، لأن تتبعنا 50 حالة حالة بحالة، ولكن 50 الأخرى لم نقم بدراستها، ولكن الحكم طالما أنه تكرر لخمسين مرة فيمكن أن نعمم الحكم الذي وجدناه في الخمسين الأولى على الخمسين التالية، هذا يسمى بالاستقراء الناقص. ومثال ذلك كنعرفوا في مجال التجارة قاعدة العرض والطلب، العرض والطلب، فدلت التجارب المتعددة على أنه عندما يكون الطلب
كثيرا عندما يكون الطلب كثيرا والعرض محدودا ترتفع الأسعار. هذه لوحظت في عدد من المرات ولم نحتاج إلى أن نستنتجها من جميع الحالات، لأنه يصعب الإحاطة بكل الحالات. التجارة تقع في العالم كله ويمارسها عدد كبير من أفراد المجتمع الإنساني، لا يمكن أن ننتظر حتى ندرس جميع حالات التي وقع فيها هذا الأمر. هنا دائما في مثل هذه الحالات، خاصة عندما تكون الظاهرة عامة وتتكرر باستمرار على امتداد في الزمن، فيكفي أننا ندرس حالات متعددة لنستخلص منها القاعدة. ومثلها هذه القاعدة التي قلنا بأنه القضية مرتبطة بالعرض والطلب. لما كتكون السلعة محدودة، يعني العرض اللي معروض في السوق عدد قليل ديال السلعة، ويكون الطلب كثيرا، فالنتيجة الطبيعية أن أسعار أو سعر تلك السلعة سوف يرتفع. لماذا؟ لأن الطلب عليها كثير. والعكس صحيح، إذا كان العرض كثيرا والطلب قليلا فإن هذا يؤدي إلى رخص السلعة. السلعة اللي كتكون موجودة بكثرة والطلب عليها ليس بالطلب الكثير، فعادة التجار يحرصون على أن يبيعوا سلعتهم بأقل الأثمان تشجيعا للناس على اقتنائها وشرائها. إذن الذي يهمنا هو أن الاستقراء نوعان، الأول يسمى الاستقراء التام والكامل، ويسمى أيضا بالاستقراء اليقيني، وخاصيته أنه يشمل دراسة جميع مفردات الظاهرة، يعني لا يترك أي عنصر من عناصر الظاهرة. النوع الثاني هو الاستقراء الناقص، ويسمى أيضا بالاستقراء غير التام أو غير الكامل، ويسمى أيضا بالاستقراء غير اليقيني، الذي يكتفى فيه بدراسة بعض مفردات الظاهرة لتعميم النتائج على الكل. ما هي مميزات المنهج الاستقرائي؟ أول مميزات هذا المنهج أنه يعطينا الإمكانية، إمكانية لدراسة الظاهرة أو الموضوع البحثي بأسلوب مدقق ومنهجي من خلال الملاحظة والتجربة، بما يمنح الباحث نتائج أقرب إلى الحقيقة. إذن المنهج الاستقرائي هو منهج وأسلوب دقيق في البحث العلمي، منظم ومرتب، قائم على عنصر الملاحظة والتجربة. وفائدته أنه يوصلنا إلى نتائج هي أقرب إلى الحقيقة المطلقة، وخاصة إذا كان الاستقراء تاما، عندما يكون الاستقراء تام ويشمل جميع مفردات الظاهرة، فإن الحقائق هي تصبح حقائق مطلقة. الأحكام التي نصل إليها تكون أحكام مطلقة وأحكام يقينية وأحكام قطعية لا شك فيها. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية أن هذا المنهج هو يتصف بالموضوعية أكثر من غير من 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 بعض المناهج. لماذا؟ لأن الباحث عندما يستخدم هذا المنهج هو يعتمد على معطيات عددية ومعطيات رقمية ومعطيات إحصائية،
كنجي كنقولوا مثلا بانه وقعت هذه الحاله 100 مره، وفي 60 منها لقينا بان دائما من يمارس العنف على زملائه في المدرسه انه ينحدر من اسره غنيه كمثال. فهنا من 100 وحنا لقيناها في 60 حاله، فكنقولوا ما في ذلك، ليس هناك شك بان 40 حاله التي لم ندرسها انها ينطبق عليها ما انطبق على الحالات 60 الاولى. فالاحكام هنا تكون يقينيه او شبه يقينيه، فتكون يقينيه في الاستقراء التام او الاستقراء الكامل، وتكون اقرب الى اليقين في الاستقراء الناقص، بمعنى ان الموضوعيه تجعل الحقائق والاحكام التي نصل اليها بعيده عن الذاتيه، تكون موضوعيه لانها مبنيه على معطيات رقميه قابله للقياس. ثالثا ان الفروض يعني والافتراضات والاحتمالات تؤصل لقوانين عامة تفيد قطاعات كبيرة علمية أو مجتمعية. القواعد الكلية عندما يتوصل إليها تصبح جزءا من الكسب الإنساني، ولا نحتاج إلى أن نعيد التجربة لكي نثبت القاعدة، تصبح تلك القواعد هي بمثابة مسلمات ننطلق منها. وهذا يفيد البحث العلمي في طبيعته التراكمية. الآن دابا قواعد اللغة لا نناقشها، عندما قالوا لنا بأن المبتدأ مرفوع وبأن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب أصبحت مسلمة وغير لا تحتاج إلى نقاش، نقبلها ونسلم بها وننطلق منها لنقاش قضايا أخرى. فإذا القواعد التي تستنتج من خلال هذا المنهج الاستقرائي هي تفيدنا في قطاعات كبيرة علمية أو مجتمعية. هذا المنهج الاستقرائي ومثله مثل سائر المناهج كما سبق وبينا ذلك عند حديثنا عن المنهج الوصفي والمنهج التاريخي. لكل منهج نقائص ولكل منهج عيوب. فمن أبرز عيوب المنهج الاستقرائي صعوبة عملية تعميم النتائج في كثير من الحالات البحثية، والسبب هو إمكانية تغير المعطيات في المستقبل واستخدام أسس حديثة، لأن المنهج الاستقرائي أحكامه تختلف من مجال إلى مجال. مثلا لما كنتكلموا على مجال اللغة، هنايا كتكون عندنا القدرة الكافية على التعميم، فنعمم الأحكام ونحن مطمئنون إلى تلك الأحكام. لكن عندما نستعمل المنهج الاستقرائي في بعض الحقول مثل الحقل الاجتماعي، مثلا إذا حافظنا على المثال الذي بدأنا به هذه الحصة الذي يتعلق بممارسة العنف على الطلبة أو على التلاميذ، هذا الحكم الذي توصلنا إليه في علاقة أن الطالب ينحدر من أسرة غنية في ممارسة العنف على زملائه قد يكون صحيحا ويقينيا في لحظة معينة في بيئة معينة، لأنهم من الممكن أن تتغير بعض المعطيات في المستقبل، وقد يحصل العكس أن الذي يمارس العنف هو الذي ينحدر من أسرة فقيرة كنوع من أنواع ربما الحقد الاجتماعي أو
تعبير عن السخط لهذا التمايز الاجتماعي وهذه الفوارق الطبقيه، فيمكن ان تنقلب القاعده راسا على عقب. لماذا؟ لانه وقعت متغيرات. فلهذا الاستقراء او المنهج الاستقرائي احكامه تختلف باختلاف الحقل العلمي الذي نستعمل فيه هذا المنهج. ففي بعض الحقول مثلا في الفيزياء والكيمياء وقواعد اللغة وقواعد المنطق تكون أحكامه أحكام شبه مطلقة ويقينية إن كان تاما وشبه يقينية إن كان ناقصا، لكن في بعض الحقول الأخرى لا يمكن أن نعول كثيرا عن المنهج الاستقرائي نظرا لإمكانية تغير المعطيات والعوامل المؤثرة. من عيوب المنهج الاستقرائي عدم التيقن من تماثل جميع الجزئيات في الصفات، لذا لا يمكن أن نطلق مفهوما عاما على الجميع في بعض الحالات، وهذا الذي ذكرته قبل قليل. إذا كانت عندنا 100 حالة وحنا اشتغلنا على 60 حالة، يغلب على ظننا على أن 40 حالة التي لم ندرسها ينطبق عليها ما الحكم الذي انطبق على 60 حالة الأولى، لكن هذا الانطباق لن يكون انطباقا يقينيا، قد يكون شبه يقيني. يغلب على ظننا أنها مثلها مثل سابقتها، ولهذا فاليقين نسبي في المنهج الاستقرائي، وكما قلنا بحسب طبيعة الحقل المعرفي الذي نشتغل